يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في إحدى القنوات الفضائية هذه الأيام رجل يدعى بالسقاف وعنده مناظرات يطعن فيها بشيخ الإسلام ابن تيمية ويحكم عليه بالكفر، ويشاهد هذه المناظرات جمع كبير من الناس حتى العوام، مما سبب التشكيك والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. السؤال حفظكم الله، ما حكم عقد مثل هذه المناظرات، وما حكم مشاهدتها والقيام بتوزيع وبيع هذه الأشرطة للناس؟ أما مشاهدتها للإنسان الذي يريد أن يعرف ما فيها ويرد ويستنكر، هذا أمر واجب لأجل أنه يحمي الناس من شرها بمنعها أو الرد عليها. أما الإنسان اللي تفرج فقط ولا عنده بصيرة ولا يدري، ما يجوز. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز الإنسان يجلس في مجالس يستهزأ فيها بكلام الله وكلام رسوله. والصفار شيعي، والشيعة ما في شك خاصمون أهل السنة ولا وأئمة أهل السنة، ومن أئمة أهل بل من كبار أئمة أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، هم لا يرضون عنه ويسبونه ما في شك هذا، ويكفرونه، لأن الشيخ رحمه الله رد عليهم وشفى الغيظ منهم بكتابه العظيم منهاج السنة النبوية. هذا رد أبطل كل مذهبهم وشبهاتهم، لذلك هم يقتاضون من الشيخ غاية، لأنه دمر قواعدهم ودمر مذهبهم نهائيا. تبيهم يرضون عن الشيخ؟ أبدا ما يرضون عن الشيخ. نعم. واللي يتكلمون عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنهم صوفية وقبورية، والشيخ محمد جاء بإبطال ما هم عليه، فهم لا يرضون عنه أبدا، ما يتوقع أنهم بيرضون عنه. نعم.